المنارية لمرتضى منصور مع ميدو على قناة النهار أجراها بعد مكالمة ترك الشيخ. خلينا نسمع ماذا قال مرتضى منصور، لأنه بيقول لك ضرب في كل الحلل وكسر كل حاجة. نسمع ونشوف. لا تفهم غلط، ده نادي الزمالك. صحيح. ده من 1911. صحيح يا فندم. ده تاريخ. صحيح يا فندم. كلام انت بتتكلم عن نادي جزء من تاريخ مصر، جزء من تاريخ العالم العربي وافريقيا. احنا مش عايزين سياده المستشار والنبي، احنا مش عايزين اي حاجه تعكر العلاقه ما بين. لما ينزل التويته دي لا كلام مش مظبوط. انا معاك، انا متفق معاك ان المفروض التويته دي ما كانتش تنزل، لكن احنا مش عايزين اي. تخيل انت لو عندك، بص يا ميدو بعد اذنك، اتفضل. لما يكون عندك ناس عندهم مشكله واخد بالك ومضايقين وزعلانين ومضايقين، اسكت. بالظبط اسكت، ما تجيش دلوقتي بقى تحط النار صح على البنزين او البنزين على النار. صح. لا انا طالع فيك انت في الاخر. من الاخر يا استاذ مشار، انا عايز اقول لك اتكلم ثانيه يا ميدو من فضلك. اتفضل يا فندم. يا اخي محمد، زي ما بنحترم اصغر مواطن سعودي وبنحافظ على علاقاتنا بالمملكه المحترمه وبيننا وبينكم نسب ومصاهره، وانا لسه بتقايل مع عند احمد موسى من شويه، ما في مره بننزل السعوديه يا ميدو طبعا الا بنتقابل مقابله تليق بالمصريين وبالسعوديين طبعا. انا بس عايز اقف هنا عشان احيي الجبن سيد الاخلاق. شايف الخنوع؟ يعني انا هقرا لكم التويته دلوقتي، نفخوا فيها، نفخوا. وامبارح قال لك ايه؟ انا اعرف رئيس النادي بس ومش هيترحم من لساني. نفخوا، عرفتوا انه ده القوه هي التي تنفع معاه فقط لا غير. يقدر يتقاول، يقدر الراجل. نفخوا في التويته، نفخوا في التويته. وعندي انفراد تاني كمان، امبارح قلت لكم ايه؟ الوحيد في مصر اللي قال كاردرون كان ليه شهرين. اسمعوا بس دي واقول لكم. النهارده حازم فتوح برضه وكيل كاردرون بيؤكد كلام العبد لله، مفيش حد في مصر قال كاردرون كان ليه شهرين غير انا. وقلت كمل عليهم الشرط الجزائي. الخوف حلو صحيح، مفيش كلام. مش الجرأة حلوة مفيش كلام، لا الجبن حلو مفيش كلام. شايف بيتكلم ازاي؟ والراجل نافخه، شوف بيتكلم ازاي؟ احنا جايين نهدي النفوس بس. قبلة محترمة لأنه شعبه محترم. طبعا. ما يجيش واحد لسه طالع امبارح ماسك نادي يقول لك أنا اللي أمر بيه يمشي، لا تمر بيه بقى على مين؟ أنت ما أمرتش علينا إحنا، أنت أمرت على واحد خاين، أنت أمرت على واحد مرتزق. هو هيروح يا سيادة المستشار. هو الموضوع واضح وصريح ان نادي الزمالك بره الموضوع. الراجل استغل ضعف كارتيرون، واستغل ان كارتيرون راجل مادي بحت وراجل بيبص للمادة فقط، وراجل ما بصش للعمل الكبير اللي عمله نادي الزمالك واللي عمله مجلس إدارة نادي الزمالك معاه جوه نادي الزمالك، واللي عمله على فكرة جمهور نادي الزمالك معاه. انا دايما انا بقول ان كارتيرون احسن مدرب. طيب ما رمضان صبحي بص على الفلوس بس وما قدرش اللي عمله الاهلي معاه، وما قدرش اللي عمله جمهور الاهلي العظيم معايا ميدو، ولا انا غلطان؟ انتوا ليه بتكيلوا بمكيالين؟ يعني ليه وفي الاخر يتهم عبد الناصر انه ضد الزمالك ومع الاهلي؟ بالعكس، الايام كفيله انها تكشفكم. اللي انا كنت بقوله ديكم قلتوه اهو اهو، اللي انا كنت بقوله قلتوه، اللي انا كنت بقوله قلتوه. دلوقتي بتتكلم في الاون والاوت بتاع الفلوس؟ دلوقتي عرفت ان الفلوس بتخرب النفوس؟ دلوقتي عرفت ان ما ينفع كزايد واخطف الناس؟ دلوقتي عرفت وعرفت وعرفت؟ طب ما الدنيا دواره، وكما تدين تدان. انتوا اللي اعلام منقلب المعايير، انتوا اللي اعلام مش عارف عايز ايه. لما مشى رمضان صبحي الخطيب يتحمل المسؤولية، وكفاية فك الكيس بقى يا اخي، عرفتنا لازم تمشي، انت فاشل. وازاي؟ هو مين مشى عبد الله السعيد الخطيب؟ هو مين مشى احمد فتحي الخطيب؟ هو مين مشى رمضان صبحي الخطيب؟ هو مين مشى عم حارس الخطيب؟ هو مين النهارده خلى النادي ما ترشش الخطيب؟ هو مين مش عارف ايه؟ ودلوقتي ايه؟ لما مشي كاردرون، لا مرتضى منصور ما مشاهوش، عبد الناصر زيدان الوحيد اللي قال كلمة الحق. الوحيد اللي قال كلمة الحق. مرتضى ثم مرتضى ثم أمير. الوحيد اللي قال كلمة الحق، فيشاء السميع العليم
كل الزملكاويه اللي كانوا زعلانين مني وقال لك ازاي تحفل علينا، قلت لهم انا حفلت على الفاشل ما حفلتش عليكم. يروح النهارده الوايت نايتس ينصرني، كل البيان بتاع الوايت نايتس الكلام اللي قاله عبد الناصر، كل كلام وكيل كاردرون اللي انفرد بيه عبد الناصر. احنا بنسبق قبلها بزمان، وسلم لي على النشفان واللي جابهم هياخدهم، ما تقلقش كل واحد عارف بيقول ايه. انت تشتم انت تعمل، يكفيني الحمد لله النهارده، يكفيني شرفاء الزمالك اللي بيتابعوني ان النهارده انا في نظرهم محترم. دوق من نفس الكاس، مش انت بتدعو للفوضى؟ ما تشرب منها شويه. مش انت بتدعو لتدمير المنافس بتاعك؟ ما تشرب شويه. ما احنا قلنا لك الروح الرياضيه، احترم الاخر يحترمك، بلاش اللسان الطويل. بتشرب من نفس الكاس اهو، كل الكاس بتشربه، كاس المر بتشربه بالعلقم شفطه شفطه. حتى الراجل شتمك زي ما انت بتشتم الخطيب، دوق من نفس الكاس. نكمل بقى، بس كان دي كان لازم ناخد تعليق ميدو عليها اهو. مدرب تم معاملته داخل نادي الزمالك في السنوات الاخيره، هو استغل ضعفه في النقطه دي واشتغل عليه ان هو راجل مادي وراجل بتاع ماده وقدر ان هو يكسبه. ممكن بره اتفضل سؤال يا كابتن ميدو. اتفضل يا فندم. كارترون اشتغل في مصر في ثلاث انديه، صحيح، دجله وانطرد، الاهلي وانطرد، الزمالك احتضنه، صحيح. يقوم الزمالك اللي احتضنك وعمل لك اسمك تاني بعد ما كنت اشتغلت هنا وهنا وطردوك، انت النادي اللي احتضنك وفتح صدره ليك ولمعك تاني ورجعك، انت فاكرني باترينا جاي هنا تعرض نفسك فيها؟ صحيح. واحنا بنلعب ستريبتيز؟ لا، خيانه يا فندم. انا بقول ان كارترون خان مجلس الاداره وخان اللعيبه بتاعته كانت ناس واثقه فيه ان هو راجل يكمل معاه، وان هو راجل على الاقل لو عايز يمشي ان هو يستنى لما البطوله الافريقيه تخلص وبعد كده يمشي، لكن هو اختار الطريق اللي زي ما يعني انت زي ما حضرتك قلت، هو نط من البلكونه ما خرجش الباب الصغير. انا ابرز ما جاء على لسان ميدو اولا، ومرتضى منصور مع ميدو اولا، ما اتطردش من الاهلي، انت معمول له حفله بتورته يا راجل. والنبي يا محمد يا جبري، والنبي يا محمد يا جبري لو سمحت، الاهلي اونلاين، لو تقدر تجيب لنا صور تكريم كارترون قبل ما يمشي من الاهلي لو سمحت. والنبي يا استاذ محمد يا جبري، والاهلي اونلاين معانا، لو حد عنده صور تكريم كارترون يبعتها لي يا جماعه. أنا ماشي، أنا كذاب، أنا منحاز للأهلي، كفاياكوا بقى يا أخي، استفيد اتعظ. ده النهاردة الوايت نايتس نفخك. هو أنت يا ميدو عشان تعمل معاه مكالمة بتطبل له؟ يا راجل عيب، أنت نجم كبير، عيب عليك. أهو شوف الراجل قال له إيه، شايف الراجل قال له إيه؟ التويتة اللي حرقت دمه أهي، التويتة اللي حرقت دمه، محمد القاسم أهو. هذا التعاون يا سادة اللي بيه يصير، يعني اللي عايزه يصير، اللي عايزه يجي، واللي يؤمر عليه يتم. هذا التعاون يا سادة، واهلا بالاهلي حياة كمان معانا. هذا التعاون يا سادة اللي بيه يصير واللي يؤمر بيه يتم. اهو ما ترد، يعني رد بما يليق بيك، ما تحطك الزمالك في جملة مفيدة. لو حد غير محمد القاسم وغير التعاون كنت عملت حفلة بصاجات تربت 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 تربت، لكن تقدر؟ ما تقدرش، في حدود. المنفخ يشتغل، تتحط على المنفخ وتتظبط. تقدر؟ اهو شوف يا جماعة، أنا بسلسل لكم الموضوع، ما سايبش حاجة ما جبتها لكمش. اهو اشرب من نفس الكاس. تعالى بقى عشان نكمل الموضوع، الزميل مهيب عبد الهادي معاه حازم فتوح. ايه الانفراد اللي انا قلته لك امبارح؟ شهرين مرتضى ما اداهمش الكاردرون، ازمه ساسي وعقوبه ساسي، التدخلات، اهانه الراجل ده، اقول له كله قالوا الحمد لله. طب ما تيجي نسمع على مسؤوليه حازم اهو، اطلع رد على حازم فتوح يا مرتضى، اطلع اعمل مداخلة تاني على زملكاوي ورد على حازم فتوح. تعالى يا عم عبد الناصر كذاب، تعالى نسمع ونأكد. كله ده بقوله احترام لأصدقائي الزملكاوية،
اللي ربنا اثبت لهم ان انا لست عدوا للزمالك ولا لجمهور الزمالك.